أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام؟ كأنه احنا نعرف أن الصانع إذا أراد أن يصنع شيء، الواحد لما يريد يصنع شيء لابد أن يمشه أو يمس ما يمشه، يعني إما أن يمسكه أو يمسك فد آلة تمسكه بالواسطة. يريد يبين الإمام سلام الله عليه أن الباري عز وجل وهو أحسن الخالقين إذا أراد أن يخلق ما يحتاج إلى أن يمس الشيء ولا يحتاج أن يمس ما يمسه أبدا. نفس تعلق الإرادة بالمخلوق هي كافية في وجود المخلوق، يعني ما يحتاج إلى أن يمسك بإيده أو يمسك مثلا جهاز يمسكه، لا، رأسا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحقيقة أكو هنا في هذا المورد يعني أكو مسائل. أكو القرآن الكريم يعبر أحيانا خلقته بيدي، شنو معنى بيدي؟ يعني ترى هذا ما المقصود بيدي يعني الجارحة ولا اليد، يعني مثل ما يقول هذا أنا بيدي مسويه، ما المفروض أنه هو ماسك، لا، لكن صاير بأمره، صاير بتوجيهه، صاير بإرشاده. كذلك هنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هاي الظلمات الثلاث اللي ينشأ بيها الجنين، يعني ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، وظلمة البطن، الظلمات الثلاث في داخلها يتكون الجنين، بمجرد أن تتعلق إرادة الله عز وجل به رأسا يتكون بدون أن يمسك. يريد يلفت أنظارنا إلى نفوذ القدرة الإلهية مع وجود الحوادث. زين،